اللوب التانية اللي عايزين نتكلم عنها هي الوايل لوب. الوايل لوب من اسمها ان انا بتشيك على كونديشن، وايل ان الكونديشن ده بيتحقق انا قاعد بعيد في الكود اللي جواها. الوايل لوب سنتكس بتاعها سهل جدا. مثال بالنسبة لي هو الكود اللي قدامي ده، خلاص، وايل اكس اصغر من 10 نفذ الكود اللي جوه، تمام. المشكلة الأساسية في الوايل لوبس دايما وأنا بكتبها إن أنا لازم أتأكد إن الكونديشن بتاع الوايل ده في وقت من الأوقات مش هيبقى متحقق، لأن هو لو أنا الكونديشن بتاع الوايل ده دايما متحقق يبقى أنا كأني كده دخلت في حاجة اسمها انفينيت لوب. طيب تعال نبص على الكود ده بيعمل إيه. بعرف فاريبل اسمه إكس أحطه جواه بصفر، وبعدين بقول وايل إكس أصغر من 100 برنت إف قيمة الإكس دي بكام، وبعدين زود الاكس بواحد. فاول مره اكس بصفر، هذا الاكس اصغر من 100، هذا الصفر اصغر من 100، يبقى انا هخش جوه وانفذ اللي جوه، وبعدين اكس بقت بواحد. هل الواحد اصغر من 100؟ ما انا هخش واطبع الواحد، وبعدين اجمع بقت 2، وهكذا لحد لما اوصل ل 100. هل ال 100 اصغر من 100؟ لا، ال 100 بتساويها، يبقى معنى كده ان الكونديشن ما اتحققش، يبقى انا اللوب دي هتخلص واطلع بره. لو ما كانش في السطر بتاع اكس بلس بلس ده، فمعنى كده ان الاكس دايما هتبقى بصفر. اكس بصفر، هل الصفر اصغر من 100؟ يبقى انا هدخل جوه ابرنت وبعدين اتشيك. صفر اصغر من 100؟ يبقى انا هدخل جوه برنت وبعدين اطلع تاني اتشيك. هفضل دايما اكس بصفر، دايما الكونديشن ده متحقق، يبقى انا عمري ما هطلع من اللوب دي. يبقى حاجه اسمها انفينيت لوب. فمشكله الوايل مش زي الفور. الفور انا بكتب فوق الانكريمنت والانيشياليزيشن والكونديشن، فلو انا ظابط الانيشياليزيشن والانكريمنت يبقى انا كده هعرف اطلع بره اللوب بعد عدد معين من المرات. انما هنا لا، هنا انا محتاج ان انا اكتب جوه الحاجه اللي تخلي الكونديشن ممكن ما يتحققش في وقت من الاوقات. فبالمنظر ده الكود اللي قدامي ده هيطبع لي الارقام من 0 ل 100 ل 99، كل رقم في سطر جديد. تعال نبص كده، هتلاقي فعلا اهو من اول فوق خالص 1 2 3 4 لحد لما اوصل لحد 99، تمام. طيب بص كده على الوايل اللي بعدها، عندك اكس بتساوي صفر، سم بتساوي صفر، وايل اكس اصغر من 100، سم بلس يساوي اكس، يعني كاني هاخد السم القديمه اجمع عليها قيمه اكس وتبقى هي دي السم الجديده. السطر ده ايكويفالنت بالظبط، لان انا اقول سم بيساوي سم بلس اكس وبعدين اجمع اكس. طيب اول مره هدخل اللوب اكس بصفر، هذا الصفر اصغر من 100؟ يبقى انا هدخل انفذ هذا السطر. هذا السطر باخد سم وبجمع عليها اكس. طيب صم اصلا بصفر واكس بصفر، يبقى صم ما زالت بصفر، اكس جمعت عليها واحد، كده يبقى اللوب خلصت. يبقى انا ارجع تاني تشوف الكونديشن. طيب اكس بواحد، هل واحد اصغر من 100؟ يبقى انا هدخل جوه اللوب اجمع على صم واحد، صم كانت بصفر جمعت عليها واحد فالصم بقت بواحد دلوقتي، وبعدين اكس بقت باتنين عشان اكس بلس بلس، يبقى اكس بقت باتنين. اتنين اصغر من 100؟ يبقى انا هدخل جوه اللوب هجمع على صم اكس، يبقى واحد هجمع عليها اتنين فالصم بقت بتلاتة، اكس ازودها بقت اكس بتلاتة، تلاتة يبقى هدخل تاني جوه اللوب، تلاتة وتلاتة ستة، ستة اكس اجمع عليها واحد بقت اربعة، اربعة ادخل عليها تاني يبقى صم، هي اصلا دلوقتي صم بستة واجمع عليها اربعة بقت بعشرة، وهكذا. يبقى انا هفضل اللوب دي هفضل امشي امشي امشي. انا كده كل اللي بعمله ان انا بجمع الارقام من صفر ل 100، بجمعهم فوق بعض وبحطهم جوه الفاريبل اللي اسمه سم. طيب بجمع الارقام من صفر ل 100 والمجموع ده هيكون هو سم. وبعد ما اللوب دي بتخلص لما الاكس بتوصل ل 100، اسف، بجمع الارقام من صفر ل 99. بعد ما اللوب دي تخلص هيقوم جاي طابع قيمه الانسر، قيمه السم اللي هو هيكون مجموع الارقام من صفر ل 99. ده هيطلع بكام؟ ده هيطلع 4950. وممكن انت تتأكد من الموضوع ده مع نفسك، تحسب اللي بالورقة والقلم وتشوف هتطلع بكام. طيب بص معايا كده على الكود ده، وايل وبعد الوايل مفيش بريسز مفتوحة وفي سطر واحد، فده زي الاف والفور بالظبط. لما مفيش عندك بريسز بعد الوايل يبقى الكود بتاع الوايل هو سطر واحد فقط. طيب بص بقى، وايل اكس اصغر من 100 برنت اف كذا، خلاص خلينا نقول مثلا اكس بتساوي 10، وايل اكس اصغر من 100 برنت الكلام ده. طيب جوه الوايل مفيش الا سطر واحد، انا مش في السطر ده مش باجي جنب قيمة الاكس، يعني اكس دي زي ما هي.
فالاكس في الاول كانت الاكس ب 10، دخلت جوه الوايل 10 اصغر من 100، اه 10 اصغر من 100، يبقى انا هنفذ السطر بتاع البرنت اف، والسطر ده هيتنفذ وهيفضل يتنفذ على طول، هفضل جوه الفور دي مش هطلع منها ابدا، لان مفيش حاجه بتغير في الكونديشن، اتحقق مره وهيفضل متحقق على طول. فاللوب اللي قدامي ده مثال لللوب الانفينيت. طيب تعالى بص على السنتكس التاني ده بقى. اللوب اللي قدامي دي اسمها الدو وايل لوب. دو وايل تفرق في ايه الدو وايل دي؟ بكتب دو وبعدين بفتح بريسز، وبعد ما بقفل البريسز بكتب الوايل بالكونديشن بتاعها. دي زي الوايل العاديه بالظبط، بس الفرق بينها بين الوايل العاديه ان انا بنفذ الكود ده مره قبل ما تشيك على الكونديشن. يعني اول حاجه بقول برنت اف وبعدين اكس بلس بلس، وبعد ما انفذ هذا الكلام اقوم جاي متشيك على الكونديشن بتاع الوايل. الكونديشن بتاع الوايل. فهنا الكونديشن بتاع الوايل ده هيبقى اكس اصغر من 100، اول اكس هخش بيها عشان اشوف الكونديشن بتحقق ولا لا هي اكس بواحد مش اكس بصفر. في الاول خالص انا بقول اكس بصفر اهو، وبعدين دو يبقى انا هنفذ اللي جوه ده مره، فالاقي ان في هنا امر اكس بلس بلس، يبقى انا هجمع على الصفر خليها واحد، وبعدين اخش في الكونديشن بتاع الوايل الاقي ان الاكس هل الواحد اصغر من 100؟ اه الواحد اصغر من 100، يبقى انا هعيد الكود اللي جوه ده تاني واجمع الاكس تبقى اكس ب 2، واخش اشوف الكونديشن ايه متحقق، وهكذا لحد لما اللوب تخلص. فالفرق بين الدو وايل والوايل ان انا بنفذ الكود اللي بعد الدو بنفذه مره قبل ما ابتدي تشيك على الكونديشن بتاع الوايل متحقق ولا مش متحقق.